السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أعزائي الطلاب، دلوقتي نتعلم إذا نضيف سبريت أو كاركتر جديد أو شخصية جديدة داخل برنامج إيه؟ سكراتش. نروح للبرنامج مرة تانية. عاوز أضيف شخصية جديدة، وهل كل شخصية ليها الكود الخاص بيها؟ هنعرف دلوقتي. فين السبريت؟ هنا كده روح تشوز سبريت، ضغط هنا كده. عندي شخصيات كتير جدا، عندي animals مثلا سبيل المثال، وعندي cat flying، عندي dog، شايفين لما اضغط على spread number one ظهر لي الكود الخاص بيه، لما اضغط على spread number two مفيش كود لاني لسه ما ضفتش كود. تعال نضيف كود هنا event مثلا هنا when flag green flag clicked، وقولوا هنا motion برضو نخليها مثلا 15 steps، وهنا 10 steps. تعال نبدأ كده ايه أقربهم من بعض، أكيد في مراوغة بين إيه الدوج وبين القط. تعالوا نشوف هنا هضغط على إيه سبريت 1 الكود الخاص بيها 10 ستيبس. طب هنا الدوج كام؟ 15 ستيبس. طب نشوف أضغط هنا، شايفين اللي بيحصل يا شباب؟ طبعا عشان الدوج 15 ستيبس بيبدأ إيه يسبق إيه الكات. واضح يا شباب؟ ممتاز، ممكن نرجعهم تاني. طبعا بالكود بعد كده هنقدر نتحكم ازاي نرجع الشخصيات مكانها مرة تانية. احنا لسه في الاول بنتعلم البيزكس، الاساسيات الخاصة بايه؟ ببناء المشروع. عرفنا ان كل سبريت الكود الخاص بيها. ممكن مستر احذف السبريت دي؟ ممكن اهو من هنا كده من العلامة دي. احذف سبريت، بقى عندي سبريت واحده بس. كانت تعلمنا ازاي نضيف سبريت او كاركتر جديده داخل ايه برنامج السكراتش.